بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الثاني عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الذي دل عليه الشرع المنزل من الله سبحانه وتعالى، دل الشرع الكتب السابقة والقرآن العظيم على وحدانية الله سبحانه، تفرده بالملك لا شريك له، وكذلك العقل، العقل يدل على هذا أيضا، لأن الله أخبر أنه خالق كل شيء، أنه على كل شيء وكيل، ولا أحد نازع الله وادعى أنه خلق شيئا، رغم وجود الكفر والمعارضات، إلا أنه لم يعترض أحد على الله جل وعلا ويدعي أنه خلق مع الله شيئا، فدل على تفرد الله جل وعلا بخلق هذا الكون، وأنه هو خالقه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير، أي من غير خالق، هذا لا يقوله عقل ولا شرع، ما أن شيء يوجد نفسه، كل حادث فله محدث وموجد، وهذا الكون حادث بلا شك، ليس قديما وإنما هو حادث بعد أن لم يكن، وكل حادث لا بد له من محدث وموجد، وهو الله. الله قال: أنا الخالق، أنا الرازق، أنا، ولم ينازعه أحد في ذلك، دل على انفراده سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية. وإذا كان هو الرب وهو الخالق فهو المستحق للعبادة دون سواه، فهذه المعبودات لا تخلق ولا ترزق ولا توجد شيئا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا دليل عقلي شرعي على انفراد الله جل وعلا بأنه هو خالق هذه الأكوان، وما دام أنه هو الخالق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال في سورة البقرة في أول ندى، أول ندى في سورة البقرة، يقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا الدليل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا تفترشونها وتجلسون عليها وتنامون عليها، والسماء بناء يعني سقفا فوقكم، الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء، وهو المطر، أنزل من السماء يعني من السحاب، لأن السماء كل ما علا وارتفع يقال له سماء، والسحاب بين السماء والأرض، كما قال جل وعلا: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أنتم تشاهدون السحاب بين السماء والأرض ينشأ ويتكون ثم يمطر بإذن الله عز وجل، وأحيانا لا يمطر لأنه لم يؤمر، وأحيانا يمطر على ناحية دون ناحية، يمر السحاب ولا
تبدر منه نقطة واحدة، فإذا بلغ المكان الذي دبره الله له أمطر المطر. لماذا ما ينزل هذا الماء على ما تحته؟ إلا أنه ممسوك، إلا أنه ممسوك بقدرة الله جل وعلا، يمسكه ثم يرسله كما يشاء سبحانه وتعالى، تصرف فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في ستة أيام، قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه خلق في ستة أيام، أولها يوم الأحد، أول ستة الأيام يوم الأحد، وآخر الأيام يوم الخميس، في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات، والاستواء صفة فعل، ولهذا رتبه بثم. أما العلو فهو صفة ذات، صفة ذات، فهو سبحانه في العلو فوق السماوات. أأمنتم من في السماء؟ أي الله جل وعلا، والسماء المراد بها العلو، فهو في العلو سبحانه وتعالى. فالعلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل، يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أي نعم، كائن محدث، كائن أي موجود بعد أن لم يكن شيئا. قال الله جل وعلا لزكريا: وقد خلقتك ولم تكن شيئا، خلقه ولم يكن شيئا، أوجده سبحانه وتعالى. وكذلك سائر المخلوقات أوجدها بعد أن لم تكن شيئا. نعم. أما كون الرب سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيض. فعله سبحانه وتعالى دائم وأبد إذا شاء، لم يكن في وقت لا يقدر على شيء ثم صار قادرا، كما يقوله علماء الكلام، يقولون: الله مضى عليه وقت وهو لم يخلق شيئا ثم خلق. من قال هذا؟ وين دليل هذا؟ الله جل وعلا ما زال يخلق ويرزق بدون حد في الماضي وفي المستقبل. من الذي حدد أفعال الله جل وعلا؟ ولهذا عابوا على شيخ الإسلام ابن تيمية لما قرر أن الحوادث ملازمة لخلق الله، لا حد لها، لا حد له وقت، يعني أنها مضى وقت ليس فيه شيء ثم إن الله خلقها، لا، الله ما يزال يخلق ويرزق، صفاته لازمة لذاته سبحانه وتعالى. ولهذا يعيبون على شيخ الإسلام أنه يقول بتسلسل الحوادث في الماضي. نعم، تسلسل الحوادث في الماضي ليس هو الحق. لم يكن الله معطلا في وقت ثم صار يخلق بعد ذلك، فهو سبحانه وتعالى من الذي يحدد بداية أنه يخلق ويرزق؟ لا حد لذلك، هذا تحكم وقول على الله بغير علم. يقول شيخ الإسلام: يرى حوادث لا أول لها. نعم صحيح، هو يرى حوادث لا أول لها، من اللي يحدد؟ يعني تعطلون الله في وقت ثم تقولون إنه صار قادرا بعد هذا الوقت؟ هذا كلام باطل وقول على الله بغير علم. نعم. أما كون الرب سبحانه وتعالى لم، وهذا ما يسمونه بالتسلسل في الماضي، والتسلسل في المستقبل هذا لم ينازع فيه أحد، إنما النزاع في التسلسل في الماضي. الحق أن الله جل وعلا ما زال يخلق ويرزق دون تحديد. من أين لنحدد أنه بدأ في وقت كذا
صار يخلق صار يرزق. نعم هذا كلام باطل. نعم. أما كون الرب تبارك وتعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل كما يقوله علماء الكلام، نعم، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته. ليس في الشرع ما في دليل من الوحي، ولا في العقل ما يحدد بداية أن الله يخلق ويرزق، ما في حد. من أين الدليل على هذا؟ يعني الله معطل ثم صار قادرا، تعالى الله عن ذلك، من يقول هذا؟ نعم. فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. اي نعم، في الشرع والعقل ما يدل على نقيض هذا القول، وهو أن الله جل وعلا لا بداية لأسمائه وصفاته ولا نهاية لها، كما أن ذاته ليس لها بداية ولا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. من الذي يحدد أفعال الله ويقدرها؟ هذا تحكم على الغيب. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده، أبو المعالي الجويني في كتاب الإرشاد له، والجويني عنده حق وعنده شيء من أقوال المتكلمين. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا، لأنك لو قلت، أوردوا يعني اعترضوا على التسلسل الحوادث في الماضي، اعترضوا عليها فقالوا. نعم. فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وليش ممتنعا؟ من اللي قال إنه ممتنع؟ نعم. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة. نعم. بل الموازنة الصحيحة أن نقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما بدون تحديد. نعم. فتجعل ماضيا قبل ماض. نعم. كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. اي نعم. وأما قول القائل، مش اللي يسوغ التسلسل في المستقبل ولا يسوغ في الماضي، يعني يبقى الله معطلا لا يخلق ولا يرزق وليس له صفات ولا أسماء ثم حدث له ذلك، تعالى الله عما يقولون. نعم. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد في المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. نعم. قال المصنف رحمه الله، في الذي يتناهى ممتنع، أما الشيء الذي لا يتناهى وهو أفعال الله جل وعلا فهذا ممكن. نعم. قال المصنف رحمه الله، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو الخالق دائما وأبدا، لا بداية لأسمائه وصفاته، كما أنه لا بداية ولا نهاية لذاته. كلام الشيخ رحمه الله المقدسة. نعم. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. كلام الشيخ اللي هو الجويني. نعم. قال المصنف رحمه الله، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار
مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، فالجويني مع الذين ينفون تسلسل الحوادث في الماضي، وهذا غير صحيح. نعم، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. الذين يمنعون التسلسل في الماضي ويجيزونه في المستقبل، إذا جاز التسلسل في المستقبل جاز في الماضي. نعم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه. وقال الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان الذي نسبت إليه الجهمية، والذي ابتكر هذا القول الباطل هو الجعد بن درهم، هو الجعد بن درهم قبل هذا الرجل، وهذا أخذه عنه. نعم، الجهم أخذ هذا عن الجعد بن درهم. نعم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إلى الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. نعم، وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، أين من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهروا في الصحة من قول من فرق بينهما. لا فرق، إذا كان حوادث لا آخر لها فكذلك لا أول لها، من اللي يحدد؟ نعم، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لما يريد، ولم يحدد متى صار فعالا لما يريد، هذا لم يحدد، فدل على أنه في الماضي المستقبل فعال لما يريد. نعم، فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها أنه سبحانه وتعالى يفعل بإرادته ومشيئته. نعم، الثاني أنه لما يريد، فعال لما يريد دل على أنه يفعل بإرادته. نعم، الثاني أنه لم يزل كذلك، لأنه نعم، أنه لم يزل كذلك لأنه سبحانه لا تحديد لأسمائه وصفاته متى بدأت ولا نهاية لها. نعم، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، وقال فعال، وهذه صيغة مبالغة، أنه كثير كثير الفعل سبحانه وتعالى، من الذي يحصي أفعال الله تصرفات سبحانه وتعالى. نعم، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، يعني وقت محدد. نعم، بل هو ما زال ولن يزال. نعم، وقد قال الله سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم، الله رد على عباد الأصنام الذين أشركوا مع الله مخلوقات لا تقدر على خلق ولا على رزق ولا على، عاجزة، هي محتاجة، هي في نفسها محتاجة إلى من يرزقها ومن يحييها ومن يدبرها، هي في نفسها محتاجة، فكيف تكون معبودة مع الله سبحانه وتعالى؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما في أحد من عباد الأصنام والأشجار والأحجار ادعى أن هذه الأصنام وهذه الأشجار والأحجار خلقت شيئا، ما في أحد أبدا، ولا يقدرون يقولون خلقت، يقال لهم ورونا، أروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. نعم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أفمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق وهي الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وغير ذلك. نعم،
وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نعم. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. نعم، أسماؤه وصفاته مثل ذاته، لا بداية لها ولا نهاية لها. نعم. الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن ما موصولة عامة، فعال لما يريد. ما اسم موصول تقديرها الذي، فعال للذي يريده، وفعال صيغة مبالغة، لا حد لأفعاله سبحانه وتعالى ولا إحصاء لأفعاله. نعم. الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل. أي نعم، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، يقولون الاسم الموصول من صيغ العموم. نعم. أي يفعل كل ما يريد أن يفعله. نعم. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. نعم. أفعال العبد: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الآدميين وخلق أفعالهم، يعني أنه هو الذي دبرها وأوجدها، والمخلوق إنما هو مباشر لهذه الأمور، وليس هو الذي ابتدأ خلقها. كل مخلوق فالله خالقه سبحانه وتعالى، خلقكم وما تعملون. نعم. ما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. نعم. لو أراد العبد أن يحدث شيئا وأن يوجد شيئا والله لم يرده، ما يمكن هذا، يعجز العبد. فلا بد أن الله أراد فعل هذا العبد وأعانه عليه ومكنه منه وأوجد له المادة التي يتصرف فيها. نعم. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. نعم. وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. نعم. وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع: نعم. أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله. فعال لما يريد، ما في شيء فعل يوجد بدون إرادة، ما في فعل يوجد بدون إرادة. نعم. أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده. نعم. بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد. المخلوق قد يفعل ما لا يريد، مثل المجنون، مثل الصغير، ما له إرادة، وقد يفعل أشياء وهو ما درى عنها ولا له فيها إرادة، لكن تحرك فنشأت هذه الأشياء. نعم. بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. أي نعم. الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه من الله سبحانه، ما في شيء يوجد بدون إرادة، هناك إرادة عامة وهناك إرادات مختصة بالمراد. نعم. الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. نعم.
السادس أن كل صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. نعم. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق. إخبار الصادق وهو الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الله وخبر الرسول صدق لا يعتريه شك. نعم. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء. نعم، يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ. نعم. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كل يوم الله جل وعلا في شأن، وليس المراد باليوم المعروف، كل يوم يعني كل ساعة وكل لحظة هو في شأن سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق ويدبر ويعطي ويمنع. نعم. والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، كما تقوله الجهمية، أن الحوادث لها أول لئلا تشارك الله في الأجل. نعم. وأن الله سبحانه لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، هذا قول الجهمية. ويلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محدث ممكن الوجود. هم الجهمية ومن قال بهذا القول يقول لو قلنا بهذه الحوادث في الماضي ولا أنها لا بداية لها شاركت الله في القدم والأزل، نقول لا، هذا كلام باطل، ما دام الله جل وعلا هو الذي خلقها وأوجدها فهي من أفعاله، وأفعاله لا بداية لها ولا نهاية. نعم. ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له. نعم. ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سواه سبحانه وتعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي. الوجود على قسمين، وجود ممكن ووجود لازم، فوجود الله لازم، أما وجود المخلوق فهو ممكن، كائن بعد أن لم يكن. نعم. والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. نعم. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه، فالعرش موجود من قبل على الماء، يعني على البحر، وهذا بحر في السماوات، ما هو بالبحر اللي تعرفون في الأرض، بحر فوق العرش وفوق الكرسي، بحر. نعم. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال البحر قال المسجور، البحر المسجور هذا فوق. نعم. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين. أعد. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين. هذا وفد أهل اليمن الذين جاءوا إلى صلى الله عليه وسلم.
نعم. جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله. نعم. وفي رواية: ولم يكن شيء معه. وفي رواية: ولم يكن، وفي رواية: غيره. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء، وخلق كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ. نعم. وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. نعم. فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ. نعم. كما قال سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرا، كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والزبور هو الكتاب. نعم. الناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. كلام باطل. نعم. والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. نعم. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء، البحر الذي في السماء فوقه العرش. نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة، وأن عرش الرب سبحانه وتعالى كان حينئذ على الماء موجود. نعم. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور، أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات. العالم الموجود، وهناك عوالم لا يعلمها إلا الله غير هذا العالم الذي تشاهدونه. نعم. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الحديث، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا شرح لحديث، هذا شرح لحديث للآية، شرح للآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا تفسير للآية. نعم. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، أنت الأول والآخر، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم. ولفظ القبل ثبت عنه في غير حديث، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر،
ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. نعم. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. وأيضا فإنه إذا كان الحديث ورد بهذا وهذا فلا يجزم بإحداهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل بتبارك وتعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، لأن العرش مخلوق. نعم. فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح يعني كما سبق أنه يسمى خالق قبل أن يخلق، سمى خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق. نعم. قال وهذا حتى في المخلوقين، تقول فلان كاتب، يعني أنه متصف بأنه كاتب، وقد يكتب في الحال وقد يكتب في المستقبل، فلا تلازم بين هذا وهذا. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. قال الشارح نعم، لم يسمى ربا بعد أن خلق، ولم يسمى الرزاق بعد أن رزق، لا، هذه الأسماء له قبل ذلك، قبل أن يخلق وقبل أن يرزق، هو الرزاق وهو الخالق وهو المعطي وهو المانع. نعم. يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية، شارحين للطحاوية. نعم. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. يعني معاني الرب وهي الملك، وهي الملك. نعم. والحفظ، الرب بمعنى المالك. نعم. والحفظ بمعنى الحافظ الذي يحفظ مخلوقاته. نعم. والتدبير الذي يدبرها ويصرفها. نعم. والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. والتربية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. نعم. فالرب هو المربي، مربي الأشياء،
شيئا فشيئا. نعم. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية، انتهى. نعم. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق خلقهم. نعم. إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه سبحانه وتعالى لم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كلمات عظيمة، عدها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: ذلك إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه. والكلام على كل وشمولها، وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن، يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله سبحانه: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل. معتزلة، سموا معتزلة لأن شيخهم كان من تلاميذ الحسن البصري، لأن عطاء واصل بن عطاء شيخ المعتزلة، واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، والحسن البصري هو إمام التابعين. فلما سئل الحسن البصري سؤالا أجاب عليه لم يرضى به تلميذه واصل بن عطاء، لم يرضى به تلميذه واصل بن عطاء، فاعتزل مجلس شيخه، وسميوا بالمعتزلة. نعم. لأن شيخهم اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله لما اختلف معه في الجواب. نعم. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه، هذا ما في فائدة. نعم. ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها. نعم. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما نعم، على كل شيء قدير، كذا وردت: الله على كل شيء قدير. وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذه في مسألة خاصة، وهو جمع أهل السماوات والأرض، وهو على جمعهم يعني جمع أهل السماوات والأرض إذا يشاء قدير. وأما وهو كل شيء قدير فهذا عام، ما هو خاص بجمع أهل السماوات والأرض، يعني بعض الناس يقول وهو على ما يشاء قدير، وهذا غلط. الله يقول وهو على كل شيء قدير، لماذا أنت تقول على ما يشاء؟ الآية وهو على ما يشاء قدير هذه خاصة بجمع أهل السماوات والأرض، وهو على جمعهم
أي أهل السماوات والأرض، إذا يشاء قدير، إذا يشاء جمعهم فهو قادر عليه. نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. نعم. وكل ممكن فهو مندرج في هذا. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيء باتفاق العقلاء. وأما المحال لذاته. اي نعم، المحال ليس بشيء، المحال ليس بشيء، فلا يقال إن الله قادر على المحال. المحال ليس بشيء، ما يدخل تحته على كل شيء قدير. نعم. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. خلق الله مثل نفسه هذا محال، إعدام الله لنفسه هذا محال، هذا ما يقال في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. نعم، ما يقال رب كل شيء إلا وهو قادر على هذه الأشياء التي هو ربها. نعم. ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا. المعدوم ليس بشيء سواء كان ممكنا أو ليس ممكنا. الله جل وعلا قال لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج. ليس بشيء. نعم. ولكن الله سبحانه يعلم ما يكون قبل أن يكون. بلا شك، علام الغيوب، عالم الغيب، الله يعلم الغيوب الماضية والمستقبلة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله سبحانه إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء سماه شيئا وما بعد صار ولا بعد حصل، هو في المستقبل سماه شيئا. نعم. فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج. نعم. كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا عام في كل الأشياء الموجودة وغير الموجودة. نعم. إذا أراد شيئا. نعم. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني زكريا عليه السلام، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهو نعم، هذه الآية جمعت الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يقول السمع مثل السمع والبصر مثل البصر وسائر الأمور كلها يشبه بعضها بعضا سواء للخالق أو للمخلوق، هذا كلام باطل. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء. فهذا فيه رد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، فالآية ردت على الطائفتين الضالتين المشبهة والمعطلة. نعم. وقوله ليس كمثله شيء
رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. نعم، ولا يلزم. وإن اشترك في الاسم فهي مختلفة في الكيفية والحقيقة. نعم، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به سبحانه. نعم، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فإنك هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، هو وما وصف به وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما وصفه به يعني الرسول، ما وصف الله ما وصف الرسول به ربه، الرسول هو أعلم الخلق بالله عز وجل. نعم، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وما يمتنع عليه يعني ما لا يليق به. نعم، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، هذا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم المشبهة والمعطلة كلاهما ضال. نعم، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. هذا كلام عظيم من نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمهما الله. أعده. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. بلا شك. نعم، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. نعم، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. نعم، وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هذا نؤجله إلى نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل المخالف في مسألة تسلسل الحوادث في الماضي هل المخالف في مسألة تسلسل الحوادث في الماضي يعتبر مبتدعا، أم أن المسألة قابلة للخلاف عند أهل السنة؟ اللي يمنع تسلسل الحوادث في الماضي معناه أنه عطل الله من صفاته، هو من المعطلة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن أبا المعالي الجويني عنده حق وعنده شيء من أقوال المتكلمين. هنا هل معنى ذلك أنه يؤخذ العلم من الشخص وإن كان لديه بعض الباطل؟ يؤخذ الحق ممن جاء به ويرد الباطل على من جاء به. الشيطان قال لأبي ذر: أعلمك آية. لما مسكه يحث من التمر
وذكر أنه صاحب عائلة وأنه فقير فأطلقه. فلما جاء في الصباح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: وعد أنه لا يأتي. قال: صدقك وهو كذوب، صدقك. لما قال له: أعلمك آية، إذا قرأتها أنا ما أجي أبدا، آية الكرسي. صدقك أن آية الكرسي تمنع الشيطان وهو كذوب في غير هذا. فالصادق الكاذب قد يصدق بعض المرات، ولهذا يقولون العوام يقولون: يما غدا على الكاذب من صدق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الإرادة والمشيئة بمعنى واحد؟ الإرادة لا، الإرادة غير المشيئة. الإرادة المشيئة لا تكون، الإرادة تكون شرعية وتكون قدرية، أما المشيئة فهي قدرية وليست شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القائلون بمسألة الخلق وأن الله لم يكن خالقا قبلها، هل هم يقولون بأن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا؟ يلزمهم هذا. نعم، يلزمهم هذا الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نقول بأن السيارات والطيارات وغير ذلك من هذه الأمور أنها من خلق الله، لأن الله سبحانه يقول: والله خلقكم وما تعملون؟ اي نعم، من أين جابوا حديد الطيارات والسيارات وأدواتها؟ من خلق الله سبحانه وتعالى، هم ما جابوا من عندهم شيء، ما جابوا إلا من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ومن الذي أقدرهم؟ من اللي جاب لهم هذه المواد التي ركبوا منها الطيارات والسيارات والبواخر؟ هذا شيء. والشيء الثاني الذي أقدرهم على هذه الصناعة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يمنعون من تسلسل الحوادث في الماضي إنما أتوا من قياسهم وتشبيههم الرب سبحانه وتعالى بخلقه؟ لا، إنما أتوا من تعطيل الله جل وعلا في الماضي عن أفعاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما المقصود وما تفسير هذه الآية؟ قالوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما كتبته الحفظة على ابن آدم. الحفظة يرفعون إلى الله جل وعلا ما كتبوا على ابن آدم من أفعاله، فالله جل وعلا يمحو منها ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ ما يشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله الحديث، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ إيش؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عما أطلعه الله عليه، ونحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولا نأتي بشيء من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية وفقكم الله؟ قوله شأن يعني أمر، شأن يعني أمر، كل يوم يعني كل وقت، كل ساعة، هو في شأن يعني في أمر من الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من أقوال المعتزلة فيها تعد على أسماء الله وصفاته وقدح فيها، فهل يقال بأن المعتزلة كفار؟ وهل هناك وجه شبه بين المعتزلة والخوارج والجهمية؟ الذي يتعمد يكون كافر، أما الذي اجتهد أو قلد لا يحكم عليه بالكفر حتى يبين له. مقلدة قالوا هذا عن تقليد،
فلازم يبين لهم بطلان هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن أعرف الخلق وأعلم الخلق بربه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن أن يقال بأن الملائكة عليهم السلام هم أعرف الخلق بالله سبحانه بأنهم قد رأوه عز وجل والرسول لم يره؟ الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في زمننا هذا أصبحت عقيدة الأشاعرة من أكثر العقائد انتشارا أكثر من عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: في بعض المجتمعات، هل نظرا لهذا الأمر يجوز لنا أن نسأل كل من نخاطبه أين الله اختبارا له حتى نصحح عقائده؟ تدخلون في مكات وجدال، سألوا ربكم العافية واعرفوا الحق وانشروه بدون أنكم تدخلون مع أهل الباطل في معارك وجدال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هذه العبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هل هي عبارة صحيحة شرعا؟ الاجتهاد اللي له احتمال، يعني كل واحد استدل بالآية على معنى تدل عليه الآية، الآية تدل على معاني، كل واحد أخذ بمعنى منها، فهذا ما ينكر عليه. أما الذي لا دلالة معه ينكر عليه، اللي ما معه دلالة ينكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حفظكم الله، ذكرتم في درس ماض أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة. نعم. سؤاله: هل يجوز السفر إلى بعض البلاد الإسلامية التي تظهر فيها المنكرات ويظهر فيها شرب الخمور لأجل السياحة فقط؟ ولا كذلك، البلاد اللي فيها منكرات ظاهرة لا يسافر إليها، الإنسان بعافية سافر إليها لأجل السياحة وهي فيها هذه المنكرات الظاهرة لا يروح لمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما يريد الإنسان أن يشرح صفات الله عز وجل فيقول: له عينان سبحانه وتعالى، هل يجوز أن يشير هذا المتكلم إلى عينيه؟ إن كانه من باب الشرح والبيان لا بأس، يعني عينان حقيقيتان، يصل بالإشارة عينان حقيقيتان تليقان بجلاله لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز دعاء الصفة فأقول: يا رحمة الله أدركيني؟ لا، ما يجوز دعاء الصفة، إنما يدعى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى: يا رحمن ارحمني، يا معلم إبراهيم علمني، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز القيام لمن دخل وسلم على الناس؟ هل يجوز أن نقوم له لأجل مصافحته؟ نعم، لأنك لو ما تقوم يصير بنفس شيء، قم للسلام، ما قمت لأجل إجلاله، ما يجوز القيام إجلالا للداخل، إنما يقام لأجل السلام عليه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن يكون والدها الكافر أن يكون محرما لها في السفر؟ لا، ما يؤتمن عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أخذت مبلغا من شخص لأجل الشراكة في تجارة، وقد توفاه الله، سؤاله: هل أبحث عن أولاده وورثته لأرجع لهم المبلغ، أو أني أتصدق به عنه؟ لا تصدق عنه، ابحث عنهم وعطهم إياه، لأنهم ورثوا عنه، أو أعلن إذا ما تعرفهم أعلن في
الصحف والجرائد من كان من ورثة فلان فليراجعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال المسك لأجل، يقول لأجل الخوف من الجن، أو لأجل أن الجن لا يقتربون من المكان؟ لا، من قال أن الجن ما يقربون المسك؟ من قال هذا؟ الجن مالين الأرض ومالين الأمكنة وهي فيها مسك. نعم. اللي يمنع الجن هو ذكر الله. إذا أردت أن تمنع الجن عليك بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو بالمسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط حفظكم الله في هجر المبتدع وهجر الفاسق؟ إيه؟ يقول: ما الضابط وفقكم الله في هجر المبتدع وهجر الفاسق؟ الضابط إذا كان هجره يؤثر عليه في ترك بدعته وترك فسقه، كان يؤثر عليه تهجره، لأن الهجر صار فيه فائدة. أما إذا كان هجره لا يجيده إلا شرا، فتستمر مع مناصحته ومع تعليمه لعل الله أن يهديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل فرط في الأمانة حيث كان يعمل في محل تجاري ويسحب من الدرج مالا دون أن يدله في حسابه وقد تاب إلى الله. يقول: رجل فرط في الأمانة حيث كان يعمل في محل تجاري وكان يسحب مالا من الدرج دون أن يسجله على حسابه، يقول: وقد تاب إلى الله، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرد المال إلى أصحابه، المال الذي سحبه يرده إلى أصحابه، وإن لم يكونوا موجودين إلى ورثتهم. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك، يقول: إذا كان لا يعلم مقدار المال بعينه، قدره يجتهد في تقديره، يحتاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان هناك وليمة لأجل أمر بدعي، فهل يجوز للمسلم أن يأكل منها؟ لا، ما يجوز. الذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد الكفار ولا يأكلون من طعام أعيادهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من ادعى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أخبره بكذا وكذا، فهل يؤخذ بقوله؟ لا، يؤخذ بقوله إذا كان يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما يعرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له، لأن الشيطان يأتي ويقول: أنا الرسول. نعم. وأنت ما تعرف أوصاف الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقرأ وأن يطلع يجوز للمسلم أن يقرأ وأن يطلع في التوراة والإنجيل؟ وش الداعي إلى هذا؟ لا تقرأ فيها ولا تطالع فيها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر صحائف من التوراة فغضب عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها نقية؟ فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع الترديد مع المذياع إذا كان وقت الأذان قد حصل؟ هل يشرع الترديد مع المذياع إذا كان وقت الأذان قد دخل؟ إذا كان الأذان حيا نعم فتتابعه، أما إذا كان تسجيلا لا تتابعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك شركات تطلب موظفين
ليسجلوا أسماءهم عندها، ثم تصرف لهم رواتب شهرية يسيرة. هذه السعودة، هذه تسمى السعودة، هذا عمل باطل ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بالإيمان باليوم الآخر؟ هل معنى ذلك أنني أؤمن بجميع التفاصيل وما يحصل في هذا اليوم؟ إيه نعم، بما تعرف من التفاصيل، تؤمن بما تعرف من التفاصيل عن هذا اليوم العظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم نقل عظام الميت إذا بليت؟ إلى وين؟ يجوز نقل الميت من قبره ولا نبشه؟ ما يجوز هذا، لأن هذا منزله، هذا منزله، ولا يجوز لك أن تطلع من منزله إلا إذا كان النبش لغرض صحيح، كان يكون المسلم في مقبرة كفار فإنه ينبش ويخرج، أو يكون القبر في مكان يتأذى مما حوله فإنه يخرج ينبش ويخرج صيانة له، ويجعل في قبر آخر إبعادا له عن المكان الذي يتأذى فيه بماء ونحوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: سافرت واستأجرت غرفة في فندق، ولما حضر وقت الصلاة اجتهدت وصليت إلى جهة ظننتها القبلة، واستمريت على ذلك أياما، ثم تبين أنها إلى غير القبلة، فما حكم صلاتي؟ إذا كان الانحراف كثيرا عن القبلة تعيد الصلاة، إذا كانت القبلة على ظهرك أو عن جنب أو على جنبك فهذا أنت ما استقبلت القبلة، تعيد الصلاة. أما إذا كان الانحراف لا يخرجك عن جهة القبلة صلاتك صحيحة. نعم. انتهى.